المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وهذه أهم عناوينه. مغربية الصحراء حقائق تاريخية وقانونية، شعار اللقاء المخصص لتقديم دليل للترافع حول قضية الوحدة الترابية. وسنتابع من مدينة سمارة مكونات اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السجون في زيارة لمرافق السجن المحلي. وفي النشرة لاحقا سنتابع ريبورتاجا عن الإقبال القياسي الذي يشهده شاطئ الوطية بالطنطان من قبل المصطفين. أهلا بكم من جديد. نستهل عرضنا الإخباري المباشر من العاصمة الرباط، حيث قال رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش اليوم الأربعاء إن دليل الترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية يمكن الدبلوماسية البرلمانية من التسلح بأدوات المعرفة العلمية قصد تعزيز طرح الترافع عن مغربية الصحراء. التقرير لغالي الجارحي. تتطرق هذه الوثيقة بشكل خاص لعلاقات البيع والولاء التي ظلت تجمع على مر التاريخ ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة والعرش العلوي المجيد، وثيقة تستعرض المقترحات التي تم تقديمها لحل هذا النزاع المفتعل، وتؤكد الثوابت التي حددها مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل واقعي وتفاوضي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية. تطرق الكتيب إلى الاتفاقيات الدولية التي تعطي الدليل على أن هذا الجزء من المملكة المغربية كان دائما جزء لا يتجزأ من الوطن المغربي، وكذلك هناك سرد لبعض الأمثلة للتعيينات من طرف السلاطين المغاربة لقياد ولقضاة الذين حكموا باسم السلاطين المغاربة في هذه المنطقة. الهدف من هذا الوثيقة، هذا دليل الترافع، هو أننا نمكن الدبلوماسية البرلمانية ديالنا من وسائل أو من أدوات الترافع والدفاع، ولكن بلغة علمية مسلحة بحقائق علمية اللي من شأنها أن تدحض وأن تجيب عن تهافت أطروحة البوليزاريو ومن يساند البوليزاريو. الدليل سيمكن الدبلوماسية البرلمانية من التسلح بالأدوات المعرفية والعلمية انطلاقا من الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وانطلاقا كذلك من المتغيرات الجيوسياسية التي واكبت هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي موضوع منفصل، حلت صباح اليوم بسمارة مكونة اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السجون بمرافق السجن المحلي بسمارة في زيارة تفقدية لأوضاع السجناء وظروف الاعتقال. برنامج الزيارة تقدمه عامل الإقليم مرفوقا بالمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. ريبورتاج يوسف زعواطي بكاميرا مبارك الباز. مسؤولو الإدارة الترابية والهيئة القضائية، رؤساء المصالح الخارجية، منتخبون ومجتمع مدني، الكل داخل أسوار السجن المحلي بسمارة. داعي النزول تفعيل مهام اللجنة الإقليمية لمراقبة سير المؤسسات السجنية، وفي التفاصيل إيضاح للمعلومات المتعلقة بالسير العام داخل المرفق السجني، وبحث واف عن أحوال السجناء وأوضاع الاعتقال، بدءا بالغرفة داخل كل معقل وانتهاءا بفضاءات الإطعام والتكوين وكافة مرافق المؤسسة السجنية. المندوبية العامة في هذا الإطار يعني تفتخر بزيارة هذه اللجنة اللي كتعطينا واحد دفعة قوية، كتعطينا توجيهات وكتمدنا بنصائح. الهدف الأساسي منها هو الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسجناء والاستجابة إلى أكبر عدد من التظلمات والشكايات وبالسرعة المطلوبة من أجل الرقي بالخدمات الموجهة للسجناء داخل المؤسسة السجنية. وداخل المؤسسة السجنية يبلغ تعدادهم 182 نزيلا موزعين بين جناح الأحداث والنساء والرجال، عن ظروف اعتقالهم ومستوى الرعاية الصحية وجهود الإدماج. تساءلت مكونات اللجنة. عندي مدة ديال سنتين حبس، دابا ضارب عام وشهر تقريبا، بقى لي 11 شهر. دوزها بخير وعلى خير، درنا التكوين، استفدنا في التكوين، قرينا، شدينا الدبلوم ديال كهرباء البناء
والحمد لله بخير وعلى خير. جات اللجنة العمل والوكيل وجاو المسؤولين على برا اهتموا بنا وسولوناك ماش عندكم شي مشكل ياك ماشي حاجة. الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. هذه مبادرة وقليلة من ناحية أنا اللي تخطيت خطيت تملول خطيت بوزكان خطيت ورزازات عمري شتها أول مرة كتصادفني بلي كتجي واحد اللجنة اللي هي كتكون متنوعة من جميع الفعاليات ديال المجتمع وكتطالع على الأحوال ديال السجناء وكتسولهم على التظلمات ديالهم. أول مرة كنعاينها وبادرة حامدة الحمد لله. بحي النساء لم يختلف الوضع عن باقي أجنحة ومعاقل السجن، فهنا تنصرم العقوبات السالبة للحلية والأفئدة مع من تركنا من الأبناء خارج أسوار السجن. خصنا حتى شي حاجة يعاملونا مزيان، كل شيء كاين، ما خصنا حتى شي حاجة. ولا ما خصنا حتى شي حاجة، كل شيء مزيان. شحال عندكم من عام؟ عندي 52 عام. عندي جوج وليدات برا. كاين الطبيب المهم كاين رعايه زوينه وكيتهلاو فينا. زياره تفقديه اذا للوقوف على ظروف الاعتقال واحوال النزلاء وبحث الشكاوى والتظلمات والدفع بها نحو الحلحله. زياره تفعل مهام اللجنه الاقليميه المختلطه لكنها ايضا بجرعات امل عاليه بين صفوف نزلاء ونزيلات المؤسسه السجنيه. وفي سياق الاحتفال بالمتميزين خلال الموسم الدراسي المنصرم، أشرف عشية اليوم الكاتب العام لإقليم الطرفاية بمعية المنتخبين والفعاليات المحلية على تقاسم لحظات العرفان مع المتفوقين بمختلف المستويات التعليمية، وذلك خلال حفل التميز لهذه السنة. الحفل تخللته مجموعة من الفقرات التي تبرز الحصيلة الدراسية وما تحقق في مجال دعم التعليم بالوسطين الحضري والقروي. المزيد في متابعة لعلي الكبش ومحمد مشنان. صناع التفوق لحظة الإنصاف، عام من التفاني والاجتهاد في مسار التحصيل المعرفي يحتفى بمحصلته كما بفرسان التميز، وفي الاحتفاء تعريج على حصيلة السنة الدراسية وما بدل في سبيل التربية والمعرفة. حصيلة العام تناوب على تعدادها الموكول لهم بتدبير العملية الدراسية والتعلمية في مختلف المستويات والأسلاك. حديث المنطوق لم يخلو من رهانات المنظومة التعليمية محليا. وحفل دابت المدير على التنظيم في إطار تنسيق تام ومقاربة تشارك مع كل مكونات المنظومة المحلية، سلطات محلية وجماعات ترابية وشركاء اجتماعيين، حتى نتمكن من إعطاء قيمة لهذا الحدث ومحاولة تشجيع التلاميذ والمتعلمين من أجل استكمال مسارهم الدراسي المستقبلي إن شاء الله. أصحاب التميز في مختلف الأسلاك والمستويات التعليمية جنبا إلى صناع التألق في التظاهرات الجهوية والوطنية خارج جدران المؤسسات التعليمية ينصف اجتهادهم في مسار الاعتراف والدعم والتشجيع، مسار يجني المتفوقون فيه ثمار الجد والمثابرة في لحظات استثناء ختام لسنة من الاجتهاد بين الآباء والأمهات. كنشكر جميع الأساتذة والديا اللي خدموا معايا باش نلت المعدل ديالي اللي هو 9.34. الأسرة الصغيرة حيت هي السبب فاش جيت في هذه الرتبة، وكذلك المؤسسة ديالي حيت هو البيت الثاني ديالي والأساتذة ديالي اللي كنخصهم بشكر كبير، أساتذة ديال مواد التخصص وكذلك الأساتذة الآخرين اللي دعمونا لا نفسيا ولا معنويا باش نكونوا في هذه الرتبة. موسم دراسي ولا، أما حصاده فجاء بألوان التميز في أمسية الاحتفال والعرفان بالمتفوقين، اعتراف لم يستثني سهامات الفرقاء المحليين دعما للمنظومة التربوية بإقليم الطرفاية. تربويا أيضا احتضن مركز التربية والتكوين التابع لمندوبية التعاون الوطني ببجدور حفل اختتام الموسم التربوي والتكويني والاجتماعي بمشاركة فعاليات قطاع التعاون الوطني من براعم رياض الأطفال مستفيدي ومستفيدات مؤسسة الرعاية الاجتماعية مركز بسمة لحماية الطفولة والأطفال في وضعية إعاقة. المستفيدين من خدمات مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تقديم لوحات تربوية وفنية. الحفل عرف توزيع دبلومات مهنية لخريجات مراكز التربية والتكوين. أبت مندوبية الإقليم التعاون ببوجدور إلى أن تنظم حفل اختتام الموسم الدراسي والتربوي والاجتماعي والتكويني
لفائدة الفئات التي تستفيد من خدمات التعاوني، وهذا الشيء كيتوج المسار ديال القطاع في مجال الاهتمام بالاشخاص والفئات التي هي في وضعيه صعبه. جيت انا اليوم فرحانه بزاف لانني تسلمت الدبلوم ديال لا كوتير مودرن من هذا التعاون الوطني لبوجدور، مدينه بوجدور. نقابيا شكل موضوع التحولات الاجتماعية وراهنية السؤال النقابي محور أشغال الندوة التي نظمتها بيغليميم النقابة الوطنية لقطاع الصحة عبر مكتبها الجهوي والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، ندوة أطرها الكاتب العام الوطني لهذا التنظيم النقابي حافظ محضار غالي القارحي وجمال الخصاصي. الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد وجهة إقليميم وادنون بالتحديد وتفاعلات المشهد النقابي بالمملكة جانب من التساؤلات التي أثيرت خلال هذه الندوة التي بسطت من جانب آخر مخرجات الحوار الاجتماعي والاستنتاجات ذات الارتباط، مع إبراز جملة من انتظارات الطبقة العاملة وتفاعل هذا التنظيم النقابي مع كل التحديات القائمة. الحوار الاجتماعي كيبان أنه نتائجه هي جد هزيلة، وبالتالي تتفعيلها كيطرح مجموعة ديال الإشكالات، انتظارات الطبقة العاملة، انتظارات الشغيلة، كلها انتظارات قوية في اللحظة. حضورنا اليوم هو التأكيد أن هناك دينامية داخلية، هناك احتجاجات كتعرضها مجموعة المناطق، وبالتأكيد أننا اليوم نسجل الحضور عبر التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية اللي كتعرضها المنطقة، وبالتالي كنطرحوا الصياغ ديال العمل المشترك، الصياغ ديال العمل اللي كطرح في حدود الدنيا كيف الاستفادة من هذا الواقع، تحريكوا الجواب على السؤال النقابي وجواب على السؤال السياسي. القاعدة جوابا على السؤال النقابي والسياسي بطبيعة الحال، اللي نشوفوا ان شاء الله الوضع السياسي اللي كان في الاقليم، وطبعا حتى في الحال في الجهوي ان شاء الله في الاقليم. الموضوع هذا يجب ان يستاثر بجميع اهتمام يعني مكونات المشهد النقابي والسياسي في المغرب. يعني حاليا المشهد النقابي ما يشهد يعني من اختلالات ومن انتكاسات على الصعيد الوطني تسائلنا جميعا يعني من داخل الاطارات وخارجها عن دورنا يعني كفاعلين في هذا المشهد يعني للدفع بالامام يعني بالعمل النقابي في بلادنا. ندوة تشكل محطة من محطات اللقاء والتواصل مع المناضلين والمنتسبين لتحديد الموقف من عديد القضايا والتحديات الراهنة وإبراز مساهمة هذا التنظيم النقابي وتأثيره في المشهد النقابي الوطني. إلى الجماعة الترابية الوطية التي يشهد شاطئها مع انطلاق موسم الاصطياف إقبالا قياسيا لمصطافين من كل أرجاء المملكة، يقع اختيارهم على هذه الوجهة الساحرة لتمضية عطلة الصيف، وجهة تضمن شروطا مثالية لروادها من قبيل جاذبية الموقع وسحر المكان واعتدال الطقس. حافظ محضار محمد نوار وعبد الرحيم حاجي. إقبال قياسي للمصطافين على شاطئ الوطية مع انطلاق فترة الاصطياف بين أحضان هذه الوجهة الساحلية، مصطافون يقع اختيارهم على هذا الشاطئ الذي يوفر فرصة مثالية للاستمتاع والاستجمام والاسترخاء وتمضية محطة اصطياف جيدة بمعية الأهل والأصدقاء في أجواء ملؤها اعتدال الطقس وجاذبية وسحر المكان، شروط محفزة للكثيرين لارتياد هذه الوجهة الصيفية. خصنا الوجهة ديال البلاية زينة وخصنا نصيفوا فيها، بحال هما اللي زين وناس هما اللي زينين ومطرحين. الجو تبارك الله زينة ما شاء الله الحمد لله، أو الجو زين تبارك الله، أو العالم كامل تبارك الله جاي من كل مدينة. جينا من السمارة لأن كنبغوا هاد الأجواء ديال الوطية، كتعجبنا الوطية لأن أجواء زوينة فهمتي، ماشي بحال الشواطئ الأخرى. مصطافون من كل أرجاء المملكة يفضلون هذه المنطقة الساحلية بالنظر إلى جملة من العوامل تضمن راحة وأمن ومتعة المرتادين، جمالية الموقع واعتدال الجو، شروط مواتية لممارسة عديد الهوايات الرياضية خاصة السباحة ومغازلة أمواج هذا الشاطئ المغري، شاطئ ينتعش بشكل كبير خلال هذه الفترة. جينا من مدينة أسا باش نخطنا هنا الأجواء الصيفية هنا في الوطية الحمد لله، وهنا المدينة الحمد لله زينة وباردة. كنجيو من آسفي هنا لطنطا الوطية، وهنا الجو زوين وخدامين، والصيف هنايا الجو فيه زوين. الحر رائع وزوين مازال، ودايما تعجبني تنتمتع فيه. الأجواء زينة تبارك الله، كتعجبنا هنا الجو زين، ومع الكوشطة تبارك الله زينة، والدراري هنا نعرفوهم، والصيف كيدوز هنا مزيان تبارك الله، والله بدون مشاكل بدون أي حاجة، والبحر زين. جيت من العيون هنا نصيف نفوي شوية
وبلي تكمل العطلة غنمشي. اختيار شاطئ الوطية لتمضية فترة الاصطياف تمليه عديد العوامل المحفزة للكثيرين لشد الرحال إلى هذه الوجهة التي باتت قبلة موسمية لمصطافين من كافة أرجاء المملكة والأقاليم الجنوبية تحديدا، الذين لا يحل اصطيافهم إلا بين أحضان هذه الوجهة الساحرة. أما اللحظة فنتوقف مع قراءة في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد بمشيئة الله، في قراءة للزميل علي الكبش. اتفاقية الصيد تنهي المسار التشريعي، تحت هذا العنوان جاء الخبر عبر دفتي يومية الصباح منطلق جولتنا بين رصيف الصحافة الوطنية. كاتب المقال تناول ما بعد نشر قانون اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية عبر فتح الطريق أمام عودة البواخر الإسبانية للصيد في المياه المغربية بموجب الاتفاقية المصادق عليها من طرف البرلمان بالإجماع في 24 يونيو الماضي. وأكدت مصادر مطلعة وفق الوارد في المقال أن اللجنة التقنية المشتركة المغربية الأوروبية ستجتمع في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال آخر الإجراءات وتحديد أسماء البواخر التي ستمنح لها التراخيص بناء على لوائح تم إعدادها سلفا من قبل الطرف الأوروبي. يومية المساء وبين ثنايا أوراقها عرجت على خبر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده حول الصحراء من طرف الآلية المكلفة بمتابعة مستجدات الصحراء إلى وقت لاحق. وذكرت المساء بأن الاجتماع كان مقررا على هامش اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة النيجيرية نيامي. صحيفة بيان اليوم نقلت ما قاله المختص الفرنسي في العلوم السياسية شارل سانت برو أن صاحب جلالة الملك محمد السادس يواصل بناء دولة حديثة في احترام تام لهويتها وتقاليدها العريقة. وأبرز في مداخلة له خلال أشغال الندوة المنظمة من قبل المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية حول موضوع 20 سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس أمس الاثنين بمراكش، أن عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميز بالإرادة في التطوير حتى لا يخلف المغرب الموعد مع التاريخ. أما صحيفة رسالتي الأمة ختام جولتنا بين رصيف الصحافة الوطنية فتطرقت لتجديد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول للمجلس الأعلى خلال زيارة العمل التي يقوم بها لسنغافورة، التأكيد على عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة مبرزا مجموعة من الشواهد والدلائل التي تحفظها ذاكرة القضاء المغربي ووثقها تاريخ المملكة. وأكد فارس خلال محادثاته مع رئيس المحكمة العليا بسنغافورة سونداريش مينون أمس الثلاثاء أن هذه الدلائل شهد بها عدد كبير من المؤرخين والدبلوماسيين وفقهاء القانون عبر العالم. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد ولد حمدي ولد موسى ولد فنيش عن عمر يناهز 63 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أيت الحسن أيت يحيى. أما الآن فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس. حيث ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب إجمالا بالمنطقة. درجات الحرارة المتوقع تسجيلها يوم غد بحول الله نستهلها من العاصمة الرباط و 26 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة ببعض أقاليم الجنوب، بقليميم 29 درجة، بآسا 37، بالطرفاية 26، وبالعيون 30 درجة. بالداخل 26 درجة، وبأوسرت 38، وبالقويرة 30 درجة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون على العموم من هائج إلى قليل الهيجان. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بإذن الله على الساعة 7:09 صباحا، وغروبها سيكون على الساعة 8:46 مساء. فيما يخص درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ببعض المناطق المجاورة لبلادنا،
بنواديبو 39 درجة، بتودني 46، بالرابوني 40 درجة، وبنواكشوط 27 درجة. في نهاية عرضنا الإخباري المبشر، هذا تذكير بأهم العناوين. مغربية الصحراء حقائق تاريخية وقانونية، شعار اللقاء المخصص لتقديم دليل للترافع حول قضية الوحدة الترابية. تابعنا من مدينة سمارة مكونات اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السجون في زيارة لمرافق السجن المحلي. كما تابعنا في النشرة روبورتاجا عن الإقبال القياسي الذي يشهده شاطئ الوطية بالطنطان من قبل المصطفين. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.